أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولاً من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور باسكال جبور الاختصاصي في جراحة الأعصاب والأوعية الدموية لفتح الملف التالي: لماذا يسبب كورونا جلطات دماغية؟ في هذه الحلقة تشاهدون روبورتاجاً عن دراسة طبية حديثة وجدت علاقة ما بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية، ومن ثم سيجيب دكتور جبور عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتور باسكال جبور، أهلا وسهلا بك في برنامج الصحة أولا واستوديو فرانس 24. مرسي سونيتا على استضافة اليوم معك. شكرا على مساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من فرانس 24. شاركت أنت في عدة دراسات طبية عن كوفيد 19 مؤخرا، ونشرت عدة أبحاث حول العلاقة ما بين الإصابة بكورونا والجلطات الدماغية. ما كانت نتائج هذه الدراسات وكيف يؤثر كورونا يا ترى على الدماغ؟ تفضل. أول ما بلشت الكوفيد البانديميك بهيديك السنة لاحظنا من المرضى اللي عم يجوا مع جلطات دماغية لعنا على المستشفى أنه كتير منهم كانوا عم يطلعوا بوزيتيف للكوفيد. وقت طلعنا أكتر وشفنا الأرقام لاحظنا أنه حوالي 40% من هالمرضى كانوا صغار، وعادة جلطة الدماغية بتجي عند المريض يلي عمره يلي متقدم بالعمر. مزبوط. ولاحظنا كمان انه حوالي 40% من هالمرضى ما عندهم اي مرض تاني بخليهم يعملوا جلطات دماغية، منسميهم فاكتور دو ريسك. ما كان عندهم ولا فاكتور دو ريسك للجلطة الدماغية بس عملوا جلطة دماغية. وكمان لاحظنا أنه حوالي 50% من هالمرضى الجلطة الدماغية كانت أول عارض للكوفيد تبعهم، ما كانوا عارفين أنه عندهم كوفيد، ما كان عندهم حتى عوارض تنفس، بس إجوا دغري مع عارض جلطة دماغية. وقتها لاحظنا هالشي بلشنا نطلع ونعمل statistics وعملنا منشورات علمية. وبعدين من بعد شي سنة رجعنا عملنا تعاون مع عدة مستشفيات بقلب أمريكا وبيوروب، جمعنا مرضى أكتر وطلع ثبتنا زيت شي إنه كل مثل يلي قلت لك عنهم هالأشياء اللي قيناها. هلأ ليش هيك عم بيصير؟ نعرف إنه الكوفيد، مرض الكوفيد بيسبب حالة انفلاماسيون، التهاب قوي بالجسم، والالتهاب القوي بيسبب في بروتينات وهرمونات بالدم، هول هرمونات الالتهابات منسميهم سيتوكين، هول بيعلو كتير. وقت يعلو بيصيروا يسبب الدم ليتكتل ويعمل جلطات، وهالجلطات فيها تكون حيالله مطرح بالجسم وفيها تكون كمان بالدماغ. وقتها تكون بالدماغ بتعمل الجلطة الدماغية اللي هي ستروك. شكرا لك على هذه المقدمة دكتور باسكال جبر. الآن سنتوقف عند دراسة بريطانية طبية حديثة سلط فيها فريق البحث الضوء على وجود علاقة ما بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية، كما أشار إلى أن معدل مرضى كوفيد 19 ممن يعانون من الجلطة الدماغية هو أعلى بكثير لدى كبار السن. تعالوا نشاهد. هل يزيد كوفيد 19 من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية؟ 14 من بين 1000 مريض بكوفيد 19 ممن يدخلون المستشفى يعانون من جلطة دماغية. دراسة جديدة بجامعة كامبريدج البريطانية اكتشف خلالها فريق من الباحثين أن علاقة قد تربط بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية. الفريق قام بتحليل 61 دراسة منشورة غطت أكثر من 100 ألف مريض دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا. ووفقاً
لما نشر في المجلة الدولية للسكتات الدماغية، فإن معدل مرضى كوفيد 19 ممن يعانون من الجلطة الدماغية أعلى لدى كبار السن. وتقترح الدراسة أيضا أن معدل من يعانون الجلطة الدماغية من بين مرضى كوفيد 19 أعلى كذلك لدى أولئك الذين يعانون من عدوى شديدة وأمراض الأوعية الدموية مسبقا. الدكتورة ستيفاني نانوني المؤلفة الرئيسية للدراسة تقول إن ارتباط فيروس كورونا بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر بكثير من الإنفلونزا الموسمية، كما لوحظ نمط معين من السكتة الدماغية لدى الأفراد المصابين بكوفيد 19. لذلك يوصي الباحثون بالتعامل مع جميع المرضى ممن يدخلون إلى المستشفى بسكتات دماغية كحالات كوفيد 19 محتملة حتى ظهور نتائج الفحص. إذن دراسات عدة، دراسات أنت قمت بها دكتور باسكال جبور، هذه الدراسة، وهناك دراسة أيضا حديثة تقول إن الجلطة تحدث في اليوم التاسع بعد ظهور الأعراض، هل هذا صحيح أم أنها قد تحصل في أي وقت بعد أسابيع بعد أشهر؟ ياريت توضح لنا هذه النقطة، تفضل. أكيد. نحن وقت طلعنا على المرضى وعملنا الدراسات كلها وطلعنا على المستشفيات البقية يلي عملوا كولابوراسيون معنا، بتبين الجلطة عادة تقريبا من خامس نهار لتقريبا 12-13 نهار بعد الكوفيد. هيدا الوقت يلي كانوا المرضى مع كوفيد عم يجوا معهم جلطة. هلأ في مثل ما قلت لك قسم من هالمرضى ما كانوا عارفين عندهم كوفيد والجلطة كانت أول سيمتوم للكوفيد تبعا، أول عرض. نعم، هل هناك فئات من مرضى كورونا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بجلطة دماغية؟ وهل من وقاية من الممكن أن تنصح بها الجميع عند الإصابة بالفيروس؟ عادة المرضى يلي بيعملوا جلطة هن مرضى عندهم منسميهم فاكتور دو ريسك للجلطة، يلي بيبقى عندهم أمراض تانية مثل السكري، مثل الضغط، مثل الكوليسترول العالي. هول المرضى عندهم خطر أكتر يعملوا جلطة إذا عملوا إذا لقطوا كوفيد، لأنه أوريدي عندهم كل الفاكتور دو ريسك ليعملوا هالجلطة وبتزيد عليها كوفيد يلي هو كمان فاكتور دو ريسك. سو المرضى المتقدمين بالسن مع كل هالأمراض عندهم ريسك أكتر. هلأ شو عملنا وقت شفنا كل هالشي؟ غيرنا بروتوكولات وصرنا في المرضى يلي بيجوا عندهم كوفيد والكوفيد عندهم مش يعني سيفير، يعني كوفيد قوي وفايتين على العناية، هول المرضى بياخدوا نوع من السيالين للدم، نعطيهم نوع من السيالين للدم. بس بذات الوقت مرضى الكوفيد أوقات بيعملوا نزيف بالرأس، مشان هيك كتير كتير مهم أنه ننتبه أي نوع سيالين للدم وقديش عم نعطيهم ونطلع كل مريض لوحده تنشوف إذا هالمريض بيقدر ياخد سيالين دواء سيالين للدم أو لا. شكرا لك دكتور باسكال جبور على كل هذه الإيضاحات والمعلومات لمشاهدي. هنا ننتقل الآن إلى الأسئلة التي طرحوها عليك. إبراهيم من مصر من دمياط يسألك، هل يتم أعطاء مرضى كورونا كلهم أدوية تذيب الجلطات؟ مش كلهم مثل ما قلت. هلأ في شغلتين، في المرضى نحاول نتجنب أنه يصير عندهم جلطة دماغية، في منهم إذا كان عندهم كوفيد كتير قوي وكانوا بالعناية الفائقة هول بنعطيهم دواء ليسيل الدم أكتر. بس كمان مثل ما قلت في مرضى عندهم خطر يعملوا نزيف بالدماغ. المرضى يلي عندهم كوفيد مش كتير قوي وقاعدين بالبيت وما بيفوتوا على المستشفى مش ضروري ياخدوا دواء لسيلين الدم. شكرا. منتو عبد الله من موريتانيا طرح عليك نفس السؤال، لماذا يسبب التطعيم جلطات دموية؟ هلا هيدي شغله مهمه، ويعني ما لازم نقول التطعيم بيسبب جلطات دماغيه. بدي اعطيك شويه ارقام. مثلا بامريكا جونسون اند جونسون اللقاح صار في 8.7 مليون مليون اخذوا اللقاح. من هال 8.7 مليون 28 لهلا عملوا جلطات بالفينز يلي بسموها فينس، يعني هي مش الارتري الفينز من تاني ميلي. اذا بنعمل النمبرز هولي
كتير كتير قليل. إيه يعني كتير قليل. بعدين إذا واحد عمل كوفيد شو الريسك تبعه يعمل جلطة بحيا لمطرح بالجسم؟ الريسك تبعه حوالي 15-30%. إذا واحد عمل كوفيد يعمل جلطة بالدماغ. بدي أعطيك إكزامبل، مثلاً الدواء الكونترسبتيف بيل تبع منع الحمل عنده ريسك يعمل جلطات بالفينز 50 مرة أكتر من مطعوم جونسون أند جونسون. دونك المطعوم بيقدر very rarely يعني بي 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 كتير كتير رار إنه يعمل هالجلطات بالفينز. مثل ما قلت لك 28 كتير نادر، 28 من أصل 8.7 مليون، هيدا رقم كتير بس كتير قليل. عادة بالعالم بالpopulation normal الريسك الخطر لواحد يعمل جلطة بحيا لمطرح بالفينز تبعوله هي 1 من كل 1000. هيدا عم ناخد العالم نورمال 1 من 1000، هون عم نحكي 28 من 8 ملايين. دونك لازم العالم ياخدوا اللقاح لأنه كوفيد مرض خطير. آخر سؤال من أبو أياد من الجزائر، في حال الإصابة بالجلطة الدماغية ما هي الحلول التي تسمح بتخطيها؟ إذا واحد نصاب بجلطة دماغية في شغلتين تنعمل إذا الكريتيريا وجدت. أول شيء بياخد دواء اسمه TPA، هيدا بيعطوه بالعرق بالفين، هيدا الدواء بيروح وبيفتت هالجلطة. وبعدين تاني ستيب بنعمل فينا نفوت من قلب الشريان من الإيد أو من الإجر من الفخذ، بنفوت من قلب الشريان بنطلع على الدماغ وبنشفط نسحب الدم المجمد هالجلطة تنرجع نفتح الشريان ونرجع نجيب الدم ليطلع ويوصل على الدماغ. هول الشغلتين بينعملوا وقت يصير في جلطة. وانت كنت من أهم الأطباء وأول طبيب مررت عبر الشريان السباتي لسحب جلطة دموية من الرأس. شكرا لك دكتور باسكال جبور، تحية لك من باريس إلى فيلادلفيا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم الدائم مع برنامجنا. تستطيعون التواصل معنا من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة من الصحة أولا من الآن، وحتى ذلك الوقت دمتم بصحة جيدة. إلى اللقاء.